وكرة رايعة، كرة ممتازة، كرم، أوه رايعة، جول جول جول. الملكي الملكي في ليلة ملكية يبدأ القبض على الكأس الإسبانية بنجم الكرة الأرجنتينية أنخيل دي ماريا. ريال مدريد بدأ ليلة العيد في أحلى المواعيد، كريستيانو العنيد يتزين بأول هدف غالي، جمهور الريال طار في العلالة. شوف الكرة، هات أجمل صورة، إيسكو في البداية وكارث بايل في وسط الميدان، والنهاية أرجنتينية هي اليسارية لنجم الكرة أنخيل دي ماريا، والبداية بأسبقية ملكية. رغم غياب رونالدو الرهيب اعطى للريال دفع غريب، الريال الرويال يتحدى العصور الكتالونية بهذه الكرة العالمية لأنخيل دي ماريا. ابيض مدريد مشاهدينا في احلى جنون، يلعب كرة من اجمل ما يكون، والفرحة امامكم في هذه العيون، في هذه العيون. رونالدو وحده يتفاعل مع مارتشيلو. البداية ترجع الكرة لبرشلونة، مارك بارترا، سيرجي بوسكيتس إلى جانب إنيستا، كرة بالراس، جول 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 جول. مارك بارترا، مارك بارترا، رغم كل الانتقادات برشلونة يرجع بالليلة بالذات. الشباك المدريدية تولع ملعب مستايا، ملعب المستايا شعلت فيه نار. أو دانييل كارفاخال، كوينتراو ممتاز في الاختراق، يعطي كرة للسلام، وينو كارث بايل؟ هرب كارث بايل، هرب، شوت شوت كارث بايل، يدخل منطقة الجزاء، نسمات كرة الأبطال. كارث بايل، كارث بايل، كارث بايل، ضربة قاتلة، نهاية دراماتيكية للكتيبة الكتالونية. القاتلة الويلزية، القاتلة الويلزية، هذا علاج 91 مليون يورو. شوف شوف مارك بارترا ضاع في الطريق، ذهب لبعيد، كارث بايل السريع الفتاك غاز الشباك، يلعبها بسحب الشباك، حطها له كارث بايل، جابها له سرعة قياسية، تجاوزت الحسين بولت. شاي كبير يا عمري، كل الدلال هو انت يا ريال، كل الجمال هو انت يا ريال. بنسمات كرة الأبطال مع النهاية، بدأها في البداية والريال في النهاية. بالأفر الإيطالية والأفر